السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. وبالنسبة اللي بتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك ويشترك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات والترددات الفضائية والأحداث الرياضية. تردد جديد ظهر على النايلسات لمجموعة قنوات صدى البلد، وهي قنوات متميزة جدا، سواء صدى البلد واحد وصدى البلد اتنين، وأيضا قناة صدى البلد الدراما، ويعتبر بتقدم برامج درامية ومسلسلات جميلة جدا وعلى أعلى مستوى من الدراما، اللي هي قناة صدى البلد دراما. وبالنسبة لصدى البلد واحد واتنين أيضا برامجهم مميزة جدا. لو القائمة اللي عند حضرتك خلاف اللي أنا بشرح عليها، تقدر تدخل على الشروحات اللي أنا بقدمها داخل قناتي، ومن خلالها تعرف تضيف أي قناة عندك أو أي تردد على الرسيفر، سواء إذا كان الرسيفر عندك من النوع العادي أو الـ HD أو شاشة بتحتوي على رسيفر داخلي. من خلال الشروحات اللي داخل قناتي هتقدر إن شاء الله تضيف أي قناة أو أي تردد عندك بسهولة. نيجي بالنسبة للقائمة اللي قدام حضراتكو، كل اللي هعمله عشان أضيف التردد بضغط من الريموت على زرار المنيو، وبالنسبة للقائمة العربي بقف على كلمة تركيب وأضغط أوكي، وبعدين أدخل على قائمة الترددات واضغط اوكي عشان اضيف التردد بتاعي. ده بالنسبة للقائمة العربي. نيجي بالنسبة للقائمة الانجليش، وده اللي نكمل مع الشرح بتاع الفيديو بتاع النهاردة. كل اللي هعمله عشان اضيف التردد بضغط من الريموت على زرار المنيو، واقف على كلمة انسليشن واضغط اوكي، وبعدين ادخل على قائمة ترانسبوردر ليست اللي فيها الترددات بتاعتي واضغط اوكي عشان اضيف التردد بكل سهولة. في حالة ما بضغط من الريموت على زرار المنيو وما بلاقيش كلمة انسليشن ظهرت معايا، كل اللي بعمله بتحرك في القائمة، أول ما بدوس على زرار المنيو أو أول ما أضغط على المنيو بتحرك في القائمة بالسهم اليمين أو الشمال أو فوق أو تحت حسب القائمة الموجودة عندي، وبضغط مجرد ما يظهر معايا كلمة انسليشن بضغط عليها بزرار الأوكي، وبعد كده بقف على ترانسبوردر ليست وأضغط أوكي من الريموت، هيظهر معايا قائمة الترددات. كل اللي بعمله مجرد ما يظهر الترددات بضغط من الريموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاع 11823، وانزل تحت معدل الترميز بخليه 27500، وانزل على القطبية أهم حاجة بخليها فيرتيكال عن طريق السهم اليمين أو الشمال، وبعد كده بضغط أوكي وأنا واقف على التردد. واجي الخطوة اللي بعد كده، مجرد ما بضغط أوكي على التردد هيظهر جنب علامة صح، وبعدين أضغط من الريموت على الزرار الأزرق هيظهر معايا القائمة الفرعية اللي قدام حضراتكم وفيها كلمة سكان من فوق. ما بغيرش في القائمة ده أي حاجة خالص، كل اللي هعمله هضغط على أوكي، وبالتالي الجهاز هيبحث التردد والقنوات هتنزل معايا بدون أي مشكلة. ومجرد ما الجهاز يخلص البحث أو السيرش بتاعي هيظهر لي رسالة بتأكد إن أنا واقف على كلمة يس وأضغط أوكي، وبالتالي الجهاز هيحفظ معايا ويكتب معايا كلمة داتا سيفنج، يعني جرى حفظ البيانات. بصبر لحد ما الرسالة دي تنتهي من على الرسيفر، واروح لاخر القائمة عن طريق زرار الاوكي او استعرض قائمة القنوات اللي عندي عشان الاقي في اخر القائمة مجموعة جميلة جدا، وهي مجموعة قنوات صدى البلد. بالنسبة لصدى البلد واحد، ودي بتقدم برامج متنوعة وبرامج ثقافية واخبارية وبرامج مميزة وجميلة جدا، وده اللوجو بتاع القناة مكتوب عليه صدى البلد. ايضا بالنسبة لصدى البلد اتنين، وده اللوجو بتاع القناة وبرامجها متنوعة وقناة مميزة وجميلة جدا، مكتوب عليه صدى البلد تو. وايضا بالنسبة لصدى البلد تلاتة اللي هي خاصة بعالم الدراما والمسلسلات والفن، قناة مميزة وجميلة جدا مكتوب عليها دراما. ويبقى عندي كده تلات قنوات لصدى البلد واحد واتنين وصدى البلد دراما، قنوات متميزة وبقى متنوعة وجميلة جدا جدا، موجودة على تردد 11823، معدل الترميز 27500، والقطبية في او فيرتيكال او رأس او عمودي، تردد اشارته عالية وبيعمل على جميع الاجهزة، وبيستقبل بأقل حجم بالنسبة للاطباق ابتداء من 50 سنتي او 60 سنتي اقدر استقبل التردد ده. ومجموعة جميلة ومتميزة بنصح الكل ينزلها عنده على جهازه. وبكده حلقة النهاردة خلصت، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة، وأهم حاجة تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.